انا جيت مسرور باش نكون طرف ماشي غير انا حتى قدماء اللاعبين ديال نادي الوداد الرياضي وداد الامه في افتتاح هذا الملعب. يعني هذا الشيء كيسر وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى على ان تكون بحال هذه البادره في جميع الاحياء ديال الدار البيضاء، لان هذا الشيء ما كيرجع لنا الا بالنفع على الفرق ديالنا الهويه وعلى الوليدات ديالنا. يعني هذا ملعب جيد، ملعب اللي كنعرفوا هذا الملعب كيفاش كان وكيفاش اصبح. كنشكر جميع المسؤولين اللي وقفوا حتى نجزوا هذا العمل الكبير. اللعب هذا كنعرفوا باقي ديك الساعه، كان تيران تراب وكان تيران هذا، وجيت لعبت فيه جونيور هنايا مع اللعابه ديالي ديال الجونيور، كنت مقابل الجونيور ديال الوداد. وحقيقه دابا بعد جيت لي شحال هذه دابا 20 عام عليه، بعد جيت وانا شفت هذه القاعه والتيران، وكنشكر الجامعه الحضاريه والعميله وكل شيء كاع اللي ساهم في هذه الارض هذا، وصابوا الوليدات فين يلعبوا فين هذا، حنا تنشكروهم وكنزيدهم باش يزيدوا ملاعب بزاف هنايا في هذا الحي. راه كبير هذا الحي هذا، تعطيه الاهميه وتعطيه لهذا الشباب باش يقووا الكويريه. والله ان شاء الله ان شاء الله كنا تنقبوا عليهم وكنا تندورو وكنا تنجيبوهم ونعطيهم اللعابه الوداد. وشحال تخرجوا، راه كاين تخرج بحال الداودي بحال النادير بحال النيبات بحال